متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه. نحييكم بتحيه الاسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته. هكذا التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. نحييكم ونرحب بحضراتكم جميعا من هنا من ميدان التحدي لسباق الهجن العربية الأصيلة، حيث هنالك 12 شوط مخصصة من مسافة 2 كيلومترات. هنالك أيضا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، أحييكم ونرحب بحضراتكم. الشوط الأول الرئيسي، شوط يحمل تحدي ويحمل انطلاقه ويحمل اندفاعه بهذا التحدي الكبير. المقدمة والصدارة ما شاء الله مذهلة، وراشد بن حمد السعد من يقدم مذهلة بأداء جميل. وثاني الأسماء وصلت الشاهينية وحمد بن سعيد المري ما شاء الله، وصلت الله الله وصلت الظبي وحمد المري من يقدم الظبي بأداء جميل وتحدي أيضا كبير وانطلاقة. ولكن وصلت راعية الإنجازات الشاهينية وحمد بن صالح العتيبي اللي تدخلت على المركز الثالث والمركز الخامس ما شاء الله. الكايدة وحمد بن عايض الحمزة مع الكايدة، ولكن الله المعركة المعركة ما شاء الله وتبارك الرحمن. أداء جميل المقدمة وصدارة الشاهينية وعلي بن خجيم بن عايض العزبة الله الله، ولكن الظبي الفلا وهنالك ما شاء الله العتيبي يتمنى شوط مع الظبي ومع الشاهينية ومحمد بن صالح العتيبي، ولكن بن خجيم يحاول بأداء جميل وتحدي كبير. وبن سعد ما شاء الله وتبارك الرحمن الأداء الجميل وانطلاقة أيضا سريعة، ولكن الظبي الشاهينية ومحمد بن صالح العتيبي راعية الإنجازات في رصيدها عدة سبقات بأداء جميل وانطلاقة مميزة ما شاء الله. الظبي ما شاء الله ومحمد بن صالح العتيبي روح يا العتيبي، ولكن القادم بن سعد هنالك مذهلة وراشد بن حمد السعد من يقدم مذهلة، بن خجيم أيضا يقاتل من أجل الفوز، ولكن الظبي روحت بالتحدي روحت بالناموس 400 متر يا مالك الظبي ما شاء الله والعصا ما شاء الله. روح يا العتيبي، التيم مطلوب يا العتيبي، روح للتحدي روح ما شاء الله وتبارك الرحمن. صباحك كل صباحك نواميس يا العتيبي، روحت التحدي الظبي والعتيبي ومحمد بن صالح العتيبي. هي العتيبي راعية الإنجازات في رصيدها عدة سبقات الشاهينية ومحمد بن صالح العتيبي. أسعد الله صباحك كل يا العتيبي، صباحك ورد يا العتيبي، سلام الشاهينية سلام. تهانينا المركز الثاني كان من نصيب الشاهينية وحمد بن سعيد المري. ثالث الأسماء وصلت ايضا مذهله وراشد بن حمد ايضا المري من قدم اداء جميل وانطلاقه جميله. التوقيت الزمني ساعة وصول الظبي لخط النهاية قطعت مسافة 2 كيلومترات في زمن وقدره أيضا ثلاثة دقائق وثانيتين و24 جزء 3 دقائق وثانيتين و24 جزء يا العتيبي سلام يا العتيبي. ومالك الشاهينية حمد بن صالح العتيبي سلام يا العتيبي. تهانينا والناموس.